وفق الله العبد ويسر له بلوغ رمضان، فليكن أول ما يكون منه أن يحمد الله عز وجل على نعمته وجميل فضله وجليل منته، ويسأله سبحانه أن يبارك له في هذه النعمة، لأنك إذا شكرت نعمة الله بارك الله لك فيها، ولما غفل الناس عن شكر الله سلب الله كثير بركة النعم. تحمد الله إذا بلغت رمضان، فانظر إلى مقدار نعمة الله عليك حتى تحس بفضل هذا الشهر، ويمكنك بعد ذلك أن تقوم بحقه وحقوقه. تذكر الميت الذي كان يتمنى بلوغ رمضان والله أعطاك الحياة وأمد لك بالعمر، وتذكر المريض الذي يتأوه من الأسقام والآلام والله أمدك بالصحة والعافية، فتحمد الله من كل قلبك وبمد لسانك وتقول الحمد لله الذي يسر لي وسهل لي، اللهم بارك لي في هذا الشهر وأعني فيه على طاعتك، ونحمي ذلك بسؤال الله الخير.